نشوف أنفسنا كثير منا. يعني أفكر في مرضي أكثر مما أفكر في مرض المجتمع الإسلامي وأمراضه، أفكر في أن بيتي شنو وضعه أكثر ما أفكر مما أفكر في بناء البقيع. هاي معصية، خذلان أهل البيت عليهم الصلاة والسلام معصية، هاي تحتاج إلى توبة. أنا أتصور ربما غالب إلا من عصمه الله، غالب الناس في هذه المعصية ساقطون، معصية خذلان أهل البيت أعاذنا الله وإياكم، ولا البقيع ما كان يبقى مهدم حتى الآن، سامراء ما كانت حتى الآن متعثر عمليات البناء والترميم والإعمار فيها وحفظها من كل الجهات. أكثرنا مقصر في حق أهل البيت بدون شك.